لكم متتبعين شي وات ام نسيمه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، ونلقاكم في صحه جيده ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غندير معكم الكرداس والقديد اللي صايبت معكم، واليوم راه درتو عند اختي نعيمه، راني في الكوزينه ديال اختي نعيمه. هانتوما كتشوفوا، بقاو معايا تشوفوا الطريقه. عندي الكرداس هنايا درتو رقدتو في الماء حتى تحيدت ليه شويه الملحه، الماء السخون باش تمشي منه شويه الملوحيه حيك مالح. وصافي غنرميه دابا في الكوكوت، نرميه في الكوكوت عاد تيطيب شويه، عاد نردو للبرمه. هانتوما نقطع عليه البصله، نقطع عليه واحد البصله، ونسد ندير ليه التوابل ديالو، نسد عليه حتى يطيب شويه، عاد غنرميه في نردو للبرمه. وانتم معايا ان شاء الله، بقاو معايا تشوفوا الطريقه. صافي البصله كنقطعوها شوارح كبار ماشي رقيقه، دغيا كدوب البصله. وصافي كنهزو شويه البزار وسكينجبير، هنا غنديروا الطعام بالحليب، كنديروا ليه غير البزار وسكينجبير والملح، اللي كنديروا الطعام ديال الحليب، الطعام ديال الامازيغن كيديروا بالحليب غير بالبزار وسكينجبير والملحه، شويه السمن وزيت العود وزيت المائده. صافي هادشي اللي كيحتاج الكسكسو ديال البلول. هانتوما صافي غادي نزيد لها واحد الكاس ديال الماء، ونردها فوق البوطه تشحر ليا مزيان. الزيت ما غنديرها حتى تطبخ ليا مزيان، حتى يطيب ليا شويه الكرداس، عاد غنرمي الزيت. صافي غنسدو عليها ونردوها فوق البوطه. وهانتوما معايا ان شاء الله، وغندوزو نصايبو الخضره. ما غنرميو الخضره حتى يقرب الكرداس يطيب لينا، عاد غنرميو الخضره. عندي هنايا الخضره كلها، وصافي دزت هنايا نفزك الطعام ديالي. عندي هنايا الرقيق ديال القمح هانتوما، وتنعبر انا بالكاس، كاس ديال العنبة باش كنعبر الكسكسو باش ما يجلسش الطعم يضيع ليا ولا يجلس ليا. صافي كنديروا القياس اللي غناكلو، كل واحد كندير ليه كاس ديالو. وصافي كندير شويه الزيت، كنبسبسو مزيان في داك الزيت، وعاد انا كنغسلو ضروري، الطعم كيتغسل. ثم نغسلو نبسبسو مزيان، ندخل فيه داك الزيت، وغادي نكب ليه الماء. دابا الغبره وهاد المرض هذا خص دابا كلشي يتغسل، وزيدونا على الكسكسو دائما كنغسلو. هذا ديال القمح خصو ضروري الغسيل، ما تخافوش منه، لا يتكرك لا يتعجن لكم لا والو، تبعوا الطريقه تشوفوا ما كيتعجن ما والو. صافي غنسيو مزيان من الماء، حيدوا ليه الماء كاع ما يبقى فيه. هانتوما صافي غنردوه دابا للجنب حتى يشرب لينا داك الماء، يشرب. فاش كيشرب داك الماء كيجي من فوق، وكنديرو ليه غير جوج مرات، وكنطيبو دابا فاش كنغسلو غير جوج مرات كيطيب مزيان. صافي صافي غادي نخليوه دابا حتى يشرب لينا الماء. صافي غادي نهز الخضره دابا نرميها الكرداس يكون طاب. صافي انا رديتو دابا في البرمه هنايا، الزيت الحمص، وغادي نزيد خيزو، وغادي نزيد لفت البيضه. وانتوما معايا ان شاء الله، راه ما درتش الخضره كلها حيت ديال الحليب ما تيحتاجش نديرو الخضره كلها كثيره. ما درتش الكرام، ما درتش الدنجال، ما درتش، المهم درت غير خيزو، القرعه بيضاء، القرعه خضراء، والقرعه حمراء، واللفت اللي درت. صافي هنايا كنديروا الزيت، كنضيفوا الزيت، كنديروا زيت العود وزيت المائده، وكندير واحد المعلقه ديال السمن. نتوما كما كتشوفوا كنخليوها تطيب على خاطرها. صافي غنرميو الكسكسو دابا. هانتوما راه لقيتو صافي شرب داك الماء،
هانتوما ما تعجن ما والو، نشف مزيان على خاطرو، خليتو تنشف على خاطرو وصافي. دابا غادي نرميوه، دابا يفور لينا التفويره الاولى. وهانتوما معايا ان شاء الله، وهانتوما راه اختينا التكرير عجنه الخبز. انا راه ما تعجن الخبز من نهار الجمعه، هي راه كتعجن عجنات طيبات قبل الغدا، ما قبل الغدا ما طاب. انتم مع الخبزة تبارك الله، كل خبزة قداش ما شاء الله. صافي هنايا غنرمي القرعة خضراء، انتم نرميها دابا راه صافي. دار ليا الكسكسو التفويره الاولى، غنرمي بطاطا، نخلي غير القرعة حمراء اللي غنخلي ما نرميها حتى الاخر، ونرمي دوك المزيودات ديال الحار باش ما مرميتهمش في الاول، خفت لي يطرطقوا. صافي هنايا من بعد ما غلات لي شويه قربت طيب، ورميت هاد القرعه حمراء انتما كما كتشوفوا. ثم صافي تندير لهاد الميكا باش ما تخرج لياش. صافي انا درت الكسكسو، انا رديتو، انا درت ليه شويه ديال الملحه والماء، خليته غير يشرب مزيان باش غندير ليه التعويذه الاخرانيه دابا. وهانتوما معايا صافي طيبت الحليب هنايا، انا درتو في هذا ندير البلول. هانتوما هو البلول تبارك الله، فيت الحليب في الكاسرونه عاد. ايوا صافي دابا هنايا غنحطو الغدا، ما شهيتكمش المتتبعين ديالي. صافي غنحطو انتم معايا حتى نحطو ان شاء الله. ما شهيتكمش هاد الكرداس كضرب من واحد الريحه ما شاء الله. كيشهي والله الا كيشهي، هاد الكرداس كضر منو الريحه كيشهي تبارك الله. وصافي هنايا غنحطو الكرداس، غنحطو الحماص الخضراء، المهم كلشي. هانتوما هانتوما صافي حطينا كلشي، ونتمنى تشينا الاعجاب ديالكم وهالشكل النهائي ديال القصعه ديالنا، وما شهيتكمش المتتبعين. وهالكرداس ديالنا عامر باللحم، نقول لكمش المذاق ديال هاد الكرداس. وإلا عجبكم الفيديو شاركوه مع احبابكم وصحابكم، وديروا ابوني البنات، إلا عجبكم الفيديو ديروا ابوني وديروا لي لايك، ما تخلوش عليا باللايك وبالتعليق ديالكم الزوينه. والصحة والراحة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. بسلام عليكم، باي باي.